بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلبه وطالبات الشهاده الاعداديه وحلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهواء وماده العلوم. النهارده في حلقتنا هنستكمل موضوع العدسات، لكن قبل ما نبدا حلقتنا بحب ان نرحب بضيف وزميلي الاستاذ حسام محمد احمد خبير ماده العلوم بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بك استاذ حسام. اهلا بك يا استاذ عادل، اهلا بحضرتك. ان شاء الله النهارده حلقتنا بنستكمل فيها موضوع العدسات. احنا يمكن في الحلقه الماضيه تحدثنا عن صفات الصوره المتكونه بالعدسه المحدبة. النهاردة طبعا هنستكمل هذه الصفات بالنسبة للعدسة المقعرة، طبعا أبنائنا مطالبين بيها، لكن بالنسبة للمرآة المحدبة أبنائنا مش مطالبين بيها، هو بس بيعرف خواص الصورة المتكونة إيه. وبعد ذلك هنتطرق إلى ما يسمى بعيوب الإبصار. إيه موضوع بالنسبة للعدسة المقعرة؟ ان شاء الله طبعا باذن الله. لازم قال مستر عادل، احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على التعريفات الخاصه بالعدسات ومسار الاشعه وبعض حالات الصور المتكونه بالعدسه المحدبه. النهارده ان شاء الله هنكمل حالات الصوره الوحيده اللي موجوده في العدسه المقعره. بس ناخد بالنا، كنت انا في العدسه المحدبه بقول الجسم موجود فين؟ بقول الجسم على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، على بعد يساوي ضعف طب البعد ما افكر البؤري. بيها مستر حسام، معلش كده ممكن نرسمها طب برضو ما انا هفكرهم الحالات دي حاضر دلوقتي بالظبط ونرسمها، كده. وبعدين يعني ايه ناخدها ونقارن ما بين ماشي. العدسة المقعرة. طبعا انا كنت هعمل كده، بس برضو حابب اكمل الكلام. احنا كنت انا عايز انبه على حاجه معينه في العدسه المحدبه، لازم أن يحدد لي مكان الجسم قبل ب بعد ب عندي ميم بعد ميم. لكن في العدسه المقعره الجسم بيتحط في اي مكان. قال لك الجسم امام عدسه مقعره على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، هو نفس صفات الصوره. لو الجسم على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، اقل من ضعف البعد البؤري، نفس الصفات ما بتتغيرش، عشان بس من ايه ما يتلخبطش. لكن في العدسه المحدبه في صفات معينه بترتبط بمكان الجسم، الجسم فين يبقى صفاته ايه. لكن في العدسه المقعره يضحك عليا يقول لي وضح لي صفات الصوره لجسم امام عدسه مقعره على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري. طيب ماشي هرسمها. طب على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، نفس الرسمه بس الجسم اتحرك شويه ونفس الصفات ونفس الخطوات. نبص معايا كده. هو ممكن ما طبعا يطلبش رسمتها، لكن ممكن يقول له صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة مقعرة على ضعف كان يساوي ضعف البعد البؤري. في احد امتحانات محافظه القاهره من كام سنه، جاب لهم تقريبا 3 4 سنين، جاب لهم سؤال وضح بالرسم صفات الصوره المتكونه لجسم امام عدسه مقعره على بعد يساوي ضعف البعد البؤري. طبعا كتير من ابنائنا رسموا العدسه المحدبه لان ما كانش متخيل العدسه المقعره ترسم زي، لانه متعود على العدسه المحدبه. فاحنا طبعا عشان خاطر الاسئله بقت ديت كتير بتيجي في الامتحانات، فلازم نتدرب عليها ونحفظ المكان. لما اجي برسم اول حاجه بمسك المسطره بتاعتي وبرسم المحور الايه الاصلي. احنا كده هنبدا بالعدسه بالعدسه المحدبه المقعره. الاول، حالات موجوده بتاعتي بالعدسه المحدبه. هرسم واحده عشان خاطر نفكر ان ابنائنا وبناتنا اللي كانوا مش موجودين معانا الاسبوع اللي فات ازاي كنا بنرسم. اول حاجه برسم المحور الاصلي طبعا على سطر من سطور الكراسه، وبعد كده انا قلت معايا في المسطره بتاعت اشكال فين في الشكل البيضاوي اللي انا برسم بيه، برسم بيه العدسه اهوت، بحطها كده واظبط ايديا عشان خاطر العدسه تطلع مظبوطه اهي، واقوم جاي راسم العدسه بتاعتي. طبعا عشان خاطر هنا صغيره فانا هرسمها مره تانية بدايه بقى من غير الايه من غير المسطره اهوت، وادي العدسه، وقلت بقسم العدسه نصين من النص. ليه؟ عشان خاطر لما اجي ارسم الشعاع بتاعي اعمل ايه يقف لحد هنا، وفي نفس الوقت بحدد المركز البصري اللي انا هقيس من عنده. بعد كده بحط المسطره بتاعتي وبقيس ب وميم وب وميم. قلت بقيس 2 سم، مش عايز تقيس 2 سم، المسطره فيها الناحيه الثانيه بالبوصه، قيس واحده بوصه واثنين وهكذا. فانا بثبت المسطره بتاعتي وبقيس، ادي اول نقطه اللي هي الب، النقطه الثانيه اللي هي الميم، نفس الكلام الناحيه الثانيه ب وميم. احنا قلنا لما جينا شرحنا ان العدسه ليها بؤرتين وليها مركزين تقوي. ليه؟ لان العدسه ليها سطحين اثنين كريين او ليها وجهين. لكن المرايه كنت لما اجي برسم المرايه بقول ليها بؤره واحده ومركز تقور واحد. ليه؟ عشان ليها سطح كري ايه واحد. الجسم بحطه فين؟ على بعد مثلا قول الجسم على بعد اكبر من البعد البؤري بس، لا واقل من ضعفه. طب يبقى فين؟ ايوه سمع ناس بتقول يبقى بين البيه والميم. احط الجسم بين البيه والميم وبطلع في سطورة الكراسه سطر واحد بس، يعني من اول سطر للسطر اللي فوق على طول اهو. وبعد كده قلت لما اجي برسم هم خطين اتنين ما بغيرهمش، شعاع يسقط يوازي المحور الاصلي. وكنا لما بنشرح بنقول ايه اللي بيحصل لما يسقط شعاع يوازي المحور الاصلي اهو، وادي السهم بتاعي عشان ده شعاع ساقط. قلت هينكسر مر بمين؟ ينكسر مر بالبؤر. اظبط ايديا ولازم يعدي على البؤر. وقلنا يا جماعه لما اجي ارسم النقط دي احطها بالجاف عشان لما اجي امسح
النقطه بتاعتي ما تتمسحش. يبقى ده اول شعاع سقط يوازي المحور الاصلي، حصل له ايه؟ قلت انكسر مار بالبؤر، لكن كان في المرايه كنت بقول بينعكس مار بالبؤر. برضه احنا بنحاول نفكركم بالاثنين سوا. طب الشعاع الثاني بيطلع من هنا يعدي على المركز البصري اللي هي النقطه اللي في النص اهو، اظبط ايديا واعدي على المركز الايه؟ البصري اهو. طب الصوره ما اتقابلتش، اطول الخط التاني لحد الاثنين ما ايه؟ ما يتقابلوا اهو. مكان ما تقابله مكان الايه؟ مكان الصوره. واضح طبعا من الرسم صفات الصوره ايه؟ اهو واضح. اقول تاني، ادي الصوره بتاعتك صفاتها وادي الجسم. يبقى احنا قلنا ما دام ما برسمش امتدادات في المرايه يبقى الصفه بتاعتي هقول له حقيقيه في المرايه وفي العدسه. ايوه بالظبط كده، ما دام ما خدش امتداد يبقى الكلمتين دول انا حافظهم حقيقيه مقلوبه. او لو لقيت الصوره مقلوبه عندي خلاص يبقى دي صوره حقيقيه، لان احنا قلنا دايما الصوره الحقيقيه دائما مقلوبه، الصوره التقديريه دائما معتدله. لقيت الصوره مقلوبه عن الجسم مش واخده نفس الاتجاه بتاعها، او هي زي ما هو محطوط الجسم هي لفوق لا مقلوبه، على طول دي صورة حقيقية مقلوبة، او الصورة الحقيقية دايما شابك فيها كلمة اتنين لازقين في بعض. ما كتبناهم جنب بعض حقيقية ومقلوبة. الحجم بقى بتاعي ابص على حجم الصورة، الجسم ودي الصورة، واضح طبعا ان الصورة اللي عندي ايه؟ مكبرة اكبر من الجسم. يبقى احنا هنا نقول حقيقية مقلوبة ايه؟ مكبرة. موجودة فين؟ بعد ميم، او هقول له اكبر من ضعف البعد البؤري. مهم يعني اكبر قوي. من ميم. ايوه هنا اكبر من ميم ليه؟ لان ممكن يقول لي بعد دي ممكن طالب ياخدها انها يعني مش عارف الميم فين معايا حضرتك. فاحنا لو احنا موجودين لو بنقيس بنقيس من بدايه المركز البصري عشان يبقى عارفين احنا بنتجه منين. ايوه بالظبط. فعشان لما يجي يقول لي قبل ميم ولا بعد ميم فنبقى عارفين احنا فين، لان ممكن ولد يحطها قبل ميم ويقول لك ده كده قبل ميم، لا هي يعني. فهنا دايما نقول ايه؟ اكبر من ضعف البعد البؤري او اكبر من ميم. احنا بنكتب كده عشان خاطر في بعض الكتب بتقول يا جماعه الصوره بين البه والميم، الصوره بعد ميم، الصوره قبل ميم، احنا بنحاول نكتب الاثنين. بس الصح زي ما قال مستر عادل اقول ايه؟ اكبر من ضعف البعد البؤري، اقل من ضعف البعد البؤري. بين البه والميم يبقى اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد الايه؟ البؤري. طبعا الحاجات دي احنا بنحاول نلفت نظركم ليها عشان خاطر مش عايزينكم تنقصوا نص درجه، مش اقول درجه لا نص درجه، لان حتى في الامتحان هيقول لك ارسم صفات الصوره مكان الصوره. اقول تاني ارسم وبعد كده صفات الصوره ومكان الصوره. طب في بعض الاسئله لك ارسم بشعاعين اتنين، طب هم ادي شعاعين واحد اسود وواحد احمر، دول مش شعاعين. طب في ممكن ثلاث اشعه بس مش علينا واحنا، لا علينا بس انا مش بحاول اصعبها عليك. ان انا هرسم شعاع يمر بمين؟ يمر بالبؤره كده، فيحصل له ايه؟ هينكسر موازي المحور الاصلي هيمشي كده، يبقى دول ثلاث اشعه. لكن احنا علينا كام شعاع؟ هو بيقول لك باتنين بس اللي هو الاحمر والاسود الاولانيين. طب نيجي بقى للعدسه المقعره، نفس الصفات ونفس مسار الاشعه. معلش يا مستر حسام، يعني هنرسم برضو عدسه جديده كده وناخد الاربع حالات اللي موجودين بتوع الايه العدسه. يعني الجسم لما يبقى اكبر من ميم بيبقى خواصه ايه؟ معلش ناخدها كده. طب حاضر، طب ارسم العدسه المقعره وانا هعمل مقارنه بين المرايات والعدسات، يعني احط المرايه صفات الصوره هنا وصفات الصوره هنا. طب العدسه صفات ماشي اوكي. انا بس حبيت ان لا ما انا معاك في حاجات، احنا هنعمل كده ان شاء الله. تمام طبعا. لما اجي برسم العدسه المقعره قلت برضو نفس الكلام، برسم المحور الاصلي بتاعي اهو على سطر مستوره الكراسه، وبعد كده برسم العدسه المقعره اهي بالمسطره بتاعتك دي، برسم دي او برسم العدسه بظهرها. يعني ايه بظهرها؟ احط دي كده اهو، هرسم النص ده كده واعكس المسطره بتاعتي وارسم النص الثاني اهو واوصلهم الاثنين من بعض، يبقى انا كده رسمت العدسه المقعره. دي طريقه طبعا دي سهل عشان خاطر الصوره بتاعت الكراسه بتبقى صغيره. طب لو رسمت بدي اهو هعمل نفس الكلام بالمسطره اهو، وهقلب المسطره الناحيه الثانيه اهو واقوم جاي راسم واوصل الاثنين ببعض، يبقى انا كده رسمت العدسه الايه؟ العدسه المقعره. طيب انا هرسم عشان طبعا مستر حسام رسمتها بالمنقله بتكون افضل ليه؟ لان الكيرف هنا الكيرف التحدي بتاعه كده كبير قوي، فيعني مع المنقله هتبقى العمليه اخف شويه. بظبط عند رقم 90 وبرسم اهو كده ماشي، الناحيه الثانيه بقلب المسطره برضو عند رقم كام؟ عند رقم 90، وما بحاولش المسافه اصغرها، اكبرها شويه عشان خاطر مسار الايه؟ مسار الاشعه. واظبط ايديا اهي وارسم الناحيه الثانيه، همسح الزياده بعد كده بالاستيكه بتاعتي، ديت كده على السطر وديت على السطر، اقوم جاي كده الجزء زياده ما اناش عايزه، ونفس الكلام هنا الجزء زياده ما اناش عايزه. ومن النقطه اللي في النص هقيس نفس المقاسات، هحط المسطره بتاعتي وهقيس به وميم، قلت يا 2 سم يا 1 بوص اهو، الناحيه الثانيه اهو واهو. هنا الجسم في اي مكان، الجسم فين؟ في اي مكان امام العدسه المقعره، حطه في اي مكان نفس خطوات الرسم مش هتتغير. بمعنى هرسمها مرتين، ادي اول مره الجسم هنحطه بعد ميم اهوت،
بيطلع منه شعاع يمر بالمركز بس البصري. نكتب مستر حسام بعد اذن حضرتك اللي أدي هي البيه ميم وب وميم وادي الب وادي الميم. هنا الجسم بعد ميم اللي هو قلنا ايه اكبر من ميم من ضعف البعد البؤري. خد بالك من اللي انا هرسمه. اول شعاع اهو بيسقط ماله مار بالمركز البصري، بيحصل له ايه؟ ايوه سامع ناس بتجاوب معايا، ينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. ادي اول شعاع. الشعاع الثاني اهو بيسقط يوازي المحور الاصلي. طب ما هو نفس الرسم اللي احنا رسمناها في العدسه المحدبه بالظبط، بس ايه اللي بيحصل؟ العدسه دي بتفرق الاشعه، فالشعاع كان في العدسه المحدبه ينكسر مار بالبؤر، لكن ده هينكسر في اي اتجاه. بس انا قبل ما برسم الشعاع دوت باخد بالك من حاجه، احط المسطره بتاعتي واخد بالي ان انا هرسم امتداد فاظبط الخط بتاعي بحيث ان الامتداد يعدي على النقطه ب. كمان مره انا احط المسطره كده هرسم كده الشعاع في اي حته، صح مش غلط، بس لما تيجي تاخد امتداده في اي حته هتلاقيه ما جاش عند البي، يبقى همسح واعيده تاني او همسح واعيده تاني. امال اعمل ايه بقى من الاول؟ اظبط المسطره بتاعتي اهو، انا عارف ان انا هاخد امتداده عند البقره بحيث ان يعدي على النقطه ب. ادي الشعاع اهو، بصيت لقيت الشعاع الاحمر والاسود ما تقابلوش، يعني ما فيش صوره. طب اعمل ايه عشان يبقى فيه صوره؟ اخد امتداد الاشعه. طب الاسود دوت اللي هو مر بالمركز البصري لو خدت امتداده هيروح فين؟ هيرجع لكده ويرجع لكده، طب مش هيتقابله، يبقى هاخد الشعاع الاحمر دوت ده سقط يوازي المحور الاصلي بينكسر بس امتداده بيمر بمين؟ بيمر بالبؤر. اخد النقط بتاعتي اهي اهو، عدى على مين؟ على البؤر. اتقابله المكان اللي اتقابله فيه مكان الصوره اللي هي الحته دي. طيب يبقى صفات الصوره، خد بالك الاستاذ عادل قايل لسه دلوقتي لو السهم كان لتحت كنت هكتب مقلوبة وحقيقية، لكن هنا السهم لفوق يبقى دي صفاتها ايه؟ اقول له تقديرية معتدلة. وانا بقول لك خد بالك تاني لو الاشعة اتقابلت مع نفسها يبقى اسمها صورة حقيقية، في نقط رسمناها يبقى اسمها تقديرية، والتقديرية باستمرار معها معتدلة زي الحقيقية معها مقلوبة. طب الصفة الثالثة، ده الجسم ودي الصورة، مين اطول؟ الجسم اطول من الصورة، يبقى تقديرية معتدلة مصغرة. وخد بالك دائما دائما اهي الجسم امام العدسه المقعره بيتكون له صوره ايه؟ تقديريه معتدله مصغره، ما بيتغيرش صفاتها اي مكان. طب ارسمها مره ثانيه، بصوا معايا وهغير مكان الجسم. هنا الجسم كان فين؟ كان بعد يمين. هرسم صفحه رسمه ثانيه اهي. احنا بس هنا مستر حسام بناكد على نقطه معينه وهي ان الشعاع اللي ساقط على العدسه المقعره موازي للمحور الاصلي للعدسه ينكسر بحيث امتداده يمر بالبؤر، يبقى هنا الشعاع عشان بس ما يعملوش في اي اتجاه ويرجع ايوه يمسحه تاني. هنا بناكد ان المسار عندي ان الشعاع الساقط على وجه العدسه المقعره بينكسر بحيث امتداده يمر بالبؤر، يبقى هنا وهو بينكسر واخد بالي كده ان المسطره ماشيه مع مين؟ ماشيه مع نقطه ب. ايوه لان الامتداد لازم يمر بمين؟ بنقطه ب. تاني هرسمها تاني وهغير مكان الجسم اهوت. ادي المحور الاصلي وادي العدسه بتاعتي، قلت بقيس من هنا اللي هي المركز البصري اهو، ادي النقطه ب وادي النقطه ميم، ادي ب وادي ايه؟ ميم، واكتب ب وميم ب وميم. الرسمه الاولانيه كان الجسم فين؟ بعد ميم. المره دي اهو الجسم بين ب وميم، بين ال ب والميم يعني على بعد ايه؟ اكبر من البعد البؤري واقل من ضعفه. ارسم شعاع الاولاني يسقط مار بالمركز البصري اهو، حصل له ايه؟ نفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. الشعاع الثاني بيسقط يوازي المحور الاصلي اهو، ايه اللي حصل للشعاع اللي سقط يوازي المحور الاصلي؟ قلنا بينكسر في العدسه المحدبه مر بالبؤر، لكن هنا امتداده يمر بالبؤر. ثاني قبل ما هرسم الشعاع اظبط المسطره بتاعتي بحيث انه يمر على مين؟ على النقطه ب. ده هيمشي كده اهو وامتداد اهو ما تقابلوش الشعاع اهو. هعمل ايه؟ هحط المسطره اهيت واخد الامتداد بتاعي يمر بالايه؟ يمر بالبؤر اهو. يبقى هنا صفات الصوره فين؟ اهي صفاتها ايه؟ برضو وادي الجسم في اشعه اتقابلت؟ لا، ما دام ما اتقابلتش الاشعه يبقى اسمها صوره تقديريه، وقلنا التقديريه باستمرار معاها كلمه معتدل. الصفه الثالثه ده الجسم، كل ده الجسم ودي الصوره، يبقى تقديريه معتدله. ايه؟ نقول تقديريه معتدله مصغره. صعبة؟ يبقى الجسم في أي مكان قدام العدسة المقعرة الصفة بتاعته معروفة. إيه هي الصفة بتاعته؟ دايماً تقديرية معتدلة إيه؟ مصغرة. والرسم هم الخطين ما تغيروش. مكان الجسم هو هو. أي مكان أي مكان زي ما أنت عايز هنحطه لك. طب صفات الصورة هتتغير؟ لا، والصورة خد بالك لازم تيجي قبل البيه. أهي في الرسمة دي جت قبل البيه، والرسمة الأولانية برضو مكان الصورة فين؟ قبل البيه. أهما الاتنين جنب بعض. دي قبل البيه أهو.
وهنا الصوره قبل الايه؟ قبل البي. ادي النقطه ب وادي النقطه ب. فين الصوره؟ جت قبل ب وصفاتها مصغره وصفاتها مصغره. يبقى مكان الصوره ما اتغيرش قبل البؤره في الحالتين، صفات الصوره ما اتغيرتش، تقديريه معتدله مصغره. يبقى كده اللي احنا بنقوله واللي قلناه من ساعه ما قعدنا حاجتين اتنين، العدسه المقعره دايما تكون لي صوره ايه؟ ايوه تقديريه معتدله مصغره باختلاف مكان الجسم. الجسم مهما يتحط مهما كان مكانه هي صفه واحده، تقديريه معتدله مصغره. طب مكان الصوره؟ برضو مكان الصوره قبل البؤر. مكان الصوره فين؟ قبل البؤر. ناخد بالنا من حاجه كده، هربط لك العدسه المقعره مع المرايه المحدبه. صفات الصوره اللي في المرايه المحدبه تساوي صفات الصوره اللي في العدسه المقعره اللي هي ايه؟ تقديريه معتدله مصغره. صعبه كده يا جماعه؟ لا مش صعبه ان شاء الله. طيب كده احنا خلصنا صفات الصوره المتكونه في العدسه المقعره. يبقى نعمل الجدول بتاعنا اللي احنا وعدناكم بيه في الحلقه من اولها كده لما الاستاذ عادل قال هنرسم ايه. ادي الصفحه قسمناها نصين، هنا المرايه المقعره ولا اكتب المرايه المحدبه؟ لا المرايه المقعره. وهنا العدسه المحدبه. مكان الجسم هنقول ايه؟ مكان الجسم بين البيه والميم. ادي المرايه بتاعتي المقعره، وادي المحور الاصلي، وادي قاف بقيس لحد بيه، وادي ميم. الجسم فين؟ بين البيه والميم. يبقى اتحط هنا اول شعاع بيسقط يوازي المحور الاصلي اهو، حصل له ايه؟ انعكس مار بالبؤر اهو. الشعاع الثاني هيسقط مار بالبؤر اهو، حصل له ايه؟ انعكس يوازي المحور الاصلي اهو، مكان ما تقابله مكان الصوره. طب في العدسه نفس الكلام، ادي برسم العدسه اهو، بقيس بقسم العدسه نصين من هنا لحد البي وادي الميم، وهنا لحد البي وادي الميم. الجسم فين؟ بين البي والميم اهو. شعاع بيسقط يوازي المحور الاصلي، بيحصل له ايه؟ بينكسر مارا بالبؤر اهو. الشعاع الثاني بيمر بالمركز البصري اهو، يمر بالمركز البصري، حصل اهو اتقابلوا فين؟ اتقابلوا بعد ميم. صفات الصوره في الاثنين زي بعض، خد بالك اهو، بعد ميم اهو، وادي الميم بتاعتنا بعد ميم. ادي الجسم وادي الصوره، صفاتهم في الاثنين نفس الصفه، حقيقيه مقلوبه، ايوه مقلوبه ايه؟ مكبره. ناخد بالنا الجسم واحد في الحالتين وصفات الصوره واحده، لكن دي اسمها مرايه ايه؟ اسمها مرايه مقعره، ودي اسمها عدسه محدبه. طب الحاله الثانيه اهو، وهنا الاشعه بتنعكس في المرايه وفي لكن العدسه بتنكسر اهو. برضو منساش الاسهم واحنا بنرسم. وهنا الصوره بتتكون في نفس اللي قلنا قدام المرايه على نفس السطح، لكن في العدسه بتعبر الصوره في الجهه التانية. في الجهة الاخرى. طب الثانيه بقى هنقول الجسم بعد ميم. بعد ميم ادي المرايه بتاعتك اهي، وادي كوف، وادي ب، وادي ميم. الجسم بعد ميم اهو، هيطلع منه شعاع يسقط يوازي المحور الاصلي. الشعاع بيحصل له ايه؟ هينعكس ولا ينكسر؟ ايوه ينعكس مارا بالبؤر اهو. الشعاع الثاني ما انساش الاسهم وانا برسم اهو، الشعاع الثاني هيسقط مار بالبؤر اهو، حصل له ايه؟ انعكس يوازي المحور الاصلي. اظبط ايدي اهو، مكان ما تقابله مكان الايه؟ مكان الصوره. طب في العدسه نفس الكلام، هرسم المحور الاصلي. احنا بنحاول نوضح لكم ان الصفات زي بعضها، وادي العدسه النقطه اللي في النص، بقيس ل ب وبقيس ل ميم، وادي ب وادي ميم. الجسم فين؟ قلنا بعد ميم، يعني على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري اهو، بيطلع منه شعاع يسقط يوازي المحور الاصلي لحد نص العدسه وبيوقف. هيمر بمين؟ هينكسر مارا بالبؤر اهو. الشعاع الثاني هيسقط مار بالمركز البصري، اظبط ايدي اهو، صفات الصوره نفس الصفات، الصوره جت بين البيه والميم، ادي البيه وادي الميم. الصوره جت فين؟ جت في النص بين البيه والميم. ادي الجسم وادي الصوره، صفاتها نفس الصفات. في امتدادات في الاشعه؟ لا. يبقى صفات الصوره هنقول له ايه؟ هنقول له حقيقيه، ايوه مقلوبه. مقلوبه ايه بقى؟ مصغره والمكبره. ده الجسم وادي صورته، ده الجسم وادي صورته. يبقى حقيقيه مقلوبه ايه؟ نقول له حقيقيه مقلوبه مصغره. طبعا الكلام ده كله مع نفس الصفات هنلقى الصوره هي هي، الجسم فين وصفات الصوره متكرره في المرايه وفي الايه وفي العدسه، وموضع تكون الصوره برضو لازم يبقى عارفين ابنائنا فين موجود. هنا بين البيه والميم، هنا بعد الميم بالظبط. نتكلم بقى على عيوب الابصار، عندنا كام عيب وليه بنقول عيوب ابصار.
عيوب الابصار عندي اتنين، طول النظر وكسر النظر. طب بعرفه ازاي انا عنده طول نظر وكسر نظر؟ الاول انا عشان اقول الانسان دوت نظره كويس في نقطتين اتنين باخد بالي منهم، في حاجه اسمها نقطه قريبه ونقطه بعيده. ايه النقطه القريبه؟ ال 25 سم. يعني ايه 25 سم؟ انا لما اجي اقرا كده المسافه بين عيني وبين الكتاب اللي انا عايز اقراه ما تقلش عن 25 سم. الثانيه النقطه البعيده، مستر عادل قاعد قصادي على مسافه 6 متر، انا شايفه بوضوح وعارف هو لابس ايه واقدر اوصفه كويس جدا، يبقى نظري كويس. طب انا مش شايفه، هو قدامي بس انا مش عارف اوصف لابس ايه، يبقى انا كده عندي مشكله في الابصار. يبقى كيف في كام نقطه كده؟ اتنين، نقطه قريبه ونقطه ايه ونقطه بعيده. طب ايه هي عيوب الابصار؟ طبعا نقطه قريبه او بنقول عليها اقل مسافه يمكن عندها بالنسبه للشخص سليم الرؤيه، يعني بنتكلم على السليم. الشخص أيوة. سليم الرؤيه يرى الاشياء بوضوح على مسافه لا تقل عن 25 سم ولا تزيد عن 6 متر. عشان بس حته النقطه القريبه والبعيده ابنائنا أيوة. ممكن مابقاش موجوده في كتاب المدرسه فمابقاش موجود، لكن اقل بعد 25 سم. معنى كده ان انا لو قربت عن 5 او قليت عن 25 سم يبقى كده عندي أشوف؟ مشكله في الابصار. لا بالزبط. هل اشوف؟ ما ده عندي مشكله، عشان كده انا بقرب اقل من 25 يعني هشوف هشوف قريب طبعا الرؤيه مش هتبقى واضحه بالظبط، لكن طبعا وضوح الرؤيه ده انا اشوف الكتابه مثلا على بعد كام؟ 25 سم. طب هل بقى انا هشوف الكتابه على بعد 6 متر؟ طبعا مش مقصود بيها الكتابه، أيوة مقصود بيها عشان بس ابنائنا ما بقاش ايه؟ لا هم ابنائنا اذكياء يعني الكتابه على بعد 6 متر يقول لك انا مش شايف، يبقى انا كده عندي مشكله. لكن هو غالبا زي ما احنا قلنا دايما الشخص اللي عنده كسر نظر بيقرب الحاجه من عينيه، وهنعرف ليه دلوقتي. الشخص الثاني اللي عنده بعد نظر بيبعد الحاجه عن عينيه، زي ما بقول لابنائنا كده مثلا ايه، الشخص اللي عنده كسر نظر تلاقيه دايما ماسك الجورنان مناخيره طالعه من الجورنان، الشخص اللي عنده طول نظر ماسك الجورنان بصوابع رجليه عشان يقرا ويبعدها يقدر يشوف. طيب زي ما قال مستر عادل كده، احنا قلنا المعلومه اللي في الاول ديت ليه؟ عشان خاطر بلقى في ناس لما تيجي تقرا تقرب الكتاب لعينيها كده. طب هو قرب الكتاب يا ترى كده بقت المسافه 25 ولا اقل من 25؟ لا اقل من 25، معنى انها قلت عن 25 يعني قصر المسافه، يبقى هو كده عنده كسر نظر. الثاني بعد الكتاب عن عينيه كده طولها شويه، يعني خلى المسافه اكتر من 25 سم، يعني طول المسافه، يبقى عنده طول نظر. يبقى كلمه كسر نظر عشان المسافه قلت، طول النظر عشان المسافه زادت. طب يعني ايه كسر النظر؟ كسر النظر هو قرب ليه؟ عشان يشوف. يبقى كسر النظر رؤيه الاشياء او الاجسام القريبه بوضوح، قربها عشان يشوفها بوضوح، لكن البعيد عنه شايفها مشوهه غير واضحه. طب طول النظر رؤيه الاجسام نفس التعريف، رؤيه الاجسام البعيده هو بعدها عشان يشوف، رؤيه الاجسام البعيده بايه؟ بوضوح، لكن القريبه اللي كانت قصاد عينه مش شايف، شايفها مشوهه. يبقى مره تانية كسر النظر في حرف القاف، ورؤيه الاجسام القريبه فيها حرف القاف عشان ما تلخبطش نفسك. يبقى كسر النظر ايه هو؟ رؤيه الاجسام القريبه بايه؟ بوضوح، والبعيده مشوهه. طب طول النظر ما هو هو نفس التعريف بس غير كلمتين. طول النظر ايه هو؟ رؤيه الاجسام البعيده بوضوح والقريبه مشوهه. طب اسبابه، اسبابه ايه؟ طب يا مستر حسام معلش مقارنة؟ قبل ما نبدا كده هنبص على حاجه معينه، وهي ان الشخص السليم او ان الصوره بتاعه الجسم للشخص السليم العينين بيشاهدها بتتكون داخل العين على ما يسمى الشبكيه. عشان بس ابنائنا يبقوا عارفين ان جوه عندنا في حاجه اسمها شبكيه العين، بتتكون صوره الجسم اللي موجود امامك اللي انت شايفه، الصوره دي بتتكون على الشبكيه. وطبعا بيتكون صوره للجسم صوره حقيقيه مقلوبه مصغره الصورة. بيحصل ايه عندنا بعد كده؟ المخ بيبدأ يترجم الصورة فبيعدلها ويديها الحجم الطبيعي بتاعها. يبقى هنا عندنا الشخص سليم العينين بيعمل ايه عندنا؟ قلنا اقل مسافة بيرى عندها الاشياء بوضوح 25 سنتي، واكبر مسافة 6 متر. رقم 2 الصورة في هذه الحالة، اي جسم بيقع في هذه المسافة بتتكون صورة له على شبكية العين. بالنسبه بقى لعيوب الابصار، الصوره يا اما تتكون امام الشبكيه يا خلف الشبكيه، وبالتالي هذا الشخص لا يرى، وبالتالي بيضطر ان هو يلجا للاجراء يا اما يقرب او يبعد. ليه؟ عشان الصوره في النهايه لما يقرب او يبعد الصوره انها تتكون على ما يسمى الشبكيه. طبعا ابنائنا كان في المنهج القديم اللي كان قبل المنهج اللي بيدرسوه في الصف الثاني الاعدادي كان بيدرس تركيب العين ويعرف الاجزاء بتاعتها والكلام ده كله، لكن طبعا بالنسبه لنا عايزين المعلومه، المعلومه لازم يبقى عارفين بس عشان نعرف بتتكون على ايه. طبعا استاذ عادل شرح بوضوح واستفاضه شويه، بس احنا كنا هنقول الكلام ده واحنا بنشرح. الاول هناخد بالترتيب يعني ايه تعريف اسبابه، واسبابه دي خلت الصوره تيجي فين، وكنت هقارن طبعا بين شخص سليم النظر وشخص مصاب بكسر النظر وشخص مصاب بطول الايه النظر. يبقى التعريف زي ما قلنا رؤيه الاجسام القريبه بايه؟ بوضوح، والبعيده مشوهه. طيب اسبابه ليه هو عمل كده؟ ليه؟ عشان خاطر سببين اتنين. واحد زياده قطر كره العين،
اتنين زيادة تحدب عدسة. خد بالك انا قلت كلمة زيادة مع ان المرض اسمه كسر، يبقى كسر معها كلمة ايه؟ زيادة. طب طول النظر اسبابه برضو اتنين، بس بدل كلمة زيادة هعكسها هخليها نقص، يبقى نقص قطر كرة العين ونقص تحدب عدسة الايه؟ العين. كمان مرة اسبابه كم سبب؟ اتنين، وهرسم وهنشرح الكلام ده كله واحنا بنكتب. يبقى اسباب كسر النظر زيادة قطر كرة العين وزيادة تحدب عدسة العين. طب وطول النظر كلمة زيادة هخليها تبقى نقص، يبقى نقص قطر كرة العين ونقص تحدب عدسة العين. يبقى لما يجي لك كده مصطلح علمي، زيادة قطر كرة العين بتؤدي إلى إيه؟ بلاش مصطلح، ماذا يحدث؟ عندما يزيد قطر كرة العين، يزيد يبقى المرض اسمه إيه؟ نقول له كسر نظر، يبقى يصاب الشخص بمرض كسر النظر. طب ينقص تحدب عدسة العين، ينقص يبقى عنده مرض إيه؟ طول النظر، يبقى يصاب بمرض طول الإيه؟ النظر. فرق الأشياء البعيدة بوضوح والقريبة مشوهة. الحاجات دي مهمة، وبصوا معايا واحنا بنكتب وبنشرح. كسر النظر إيه هو بقى؟ رؤية أيوه الأجسام أو الأشياء القريبة بوضوح والبعيدة مشوهة. طب وطول النظر نفس الكلام، رؤية الأجسام، الأجسام الإيه؟ القريبة ولا البعيدة؟ لا البعيد بوضوح والقريبة مشوهة. بصوا معي، الإنسان العين بتاعته عبارة عن ثلاث طبقات، أنا يهمني الجزء اللي جوه اللي هو اسمه الشبكية، والشبكية متصلة بالعدسة بتاعة العين. الجسم اللي قدام العدسة الصورة بتاعته بتيجي على الشبكية بس مقلوبة، ده الإنسان اللي عينه سليمة. يبقى الجسم قدام الشبكية صورته بتقع على الشبكية بس بتبقى مقلوبة عن طريق العصب البصري والمخ بيعدلها فبنشوفها في حجمها الطبيعي، ده كده العين السليمة. طب العين بتاعة كسر النظر بلقى إيه؟ واحد أهو أهو، وادي الجسم بتاعنا، بلقى الصورة جت هنا، معلش مكان الخط. ألاحظ إيه؟ واحد المسافة دي، دي قد دي في الرسمة؟ لا دي أكبر. طب ليه؟ ده اسمه إيه؟ زيادة في القطر، على أساس إن العين ليها كورة كده، وده اسمه قطر كرة العين. المسافة دي أكبر من دي، يبقى أول سبب هنا نقول له إيه؟ زيادة قطر كرة العين. اتنين الحتة دي قد الحتة دي؟ لا دي أدخن شوية، أسمك شوية، يبقى نقول إيه؟ زيادة تحدب عدسة العين. طب في قصة في طول النظر ده كده اسمه إيه؟ كسر النظر. طب في طول النظر نفس الرسمة أهي، أدي الجسم بتاعنا وأدي العدسة وأدي كرة العين. الصورة جت فين؟ جت هنا. المسافة دي قد دي؟ لا دي أصغر. السمك ده قد السوم كده؟ لا اصغر. يبقى هنا احنا قلنا سببين، واحد اتنين، هنا هقول عكس كلمة زيادة، يبقى كلمة ايه؟ نقص. هقول له نقص قطر كرة العين، اتنين نقص تحدب عدسة العين. عشان كده الراجل اللي بيجي يقرأ الصورة بتاعته بتيجي قبل الشبكية، فهو بيقرب الصورة من عينيه عشان الصورة ترجع لورا. لما جينا اتكلمنا في حالات الصور، الجسم البعيد صورته بت ايه؟ بتقرب ولا بتبعد؟ الجسم بعيد عن العين، لما بقرب الصوره كان بعد ميم، الصوره جت بين البيه والميم، بقت عندي ميم، بقت عندي ميم، بين البيه والميم اللي حصل جت بين عندنا. يبقى لما بقرب الصوره بتيجي على الشبكيه، هو بيقربها لعينيه، انا كده اهو الجسم بتاعي عندي ميم، يبقى صورتي فين؟ عندي ميم بالظبط. طب رجعت لورا ايه اللي حصل؟ الصوره هتقرب لقدام. طب قربت لقدام الصوره هترجع لايه؟ لورا. هو الراجل صورته قبل الشبكيه، يعني عايز ارجعها لورا، لما كانت كده عمل ايه؟ قربها لورا ولا قربها، اسف قربها لقدام ولا رجعها لورا؟ لا قربها لقدام، يبقى الصوره ترجع لايه؟ لورا. بيقرب الجسم. ايوه بالظبط كده، عشان كده عشان يشوف. ايوه بس ماشي. يبقى نقول تاني، هو عمل ايه؟ بيقرب ليه؟ هو كده قلت الجسم فين؟ عندي ميم، الصوره عندي ميم. طب لما قرب بقت الجسم بين البيه والميم، الصوره رجعت بعد الميم، هو هنا مش شايفه فقرب، فايه اللي حصل للصوره؟ رجعت لورا، بدل ما كانت قبل الشبكيه بقت فين؟ بقت على الشبكيه. يبقى هنا لما نيجي نسال بقى، ده مكان الصورة، الصورة هنقول له فين؟ قبل الشبكية، وهنا الصورة بعد الشبكية. خد بالك قاف أو خلف على أساس برضو قاف بيكين. قاف قاف كسر النظر، قاف قبل الشبكية. أنا بقول كسر النظر يبقى قبل الشبكية، بلاش كلمة كسر، آسف قبل الشبكية هنقول أمام الشبكية، بلاش كلمة بعد هنقول خلف الشبكية، بس أنا بقول أول كلمة قاف عشان ما انساهاش. يبقى مكان الصورة في كسر النظر فين؟ هقول له قبل الشبكية. طب ليه جت قبل الشبكية؟ بسبب الاثنين دول، واحد زيادة قطر كرة العين، اتنين زيادة تحدب عدسة العين. هنا الصورة جت فين؟ خلف الشبكية. بسبب ايه؟ واحد نقص قطر كرة العين، اتنين نقص تحدب عدسة العين. طيب العلاج،
اعالج دوت بايه؟ بعدسه. طب عدسه نوعها ايه؟ قاف كسر النظر، يبقى بحط له عدسه مكعره. العدسه المكعره بتعمل ايه؟ بتفرق الاشعه قبل دخولها العين، فتخلي الصوره تقع على الايه؟ على الشبكيه. طب دوت الشخص ده اعالجه بعدسه ايه؟ بعدسه محدبه. طب ليه عدسه محدبه؟ عشان تخلي الصوره تقع على الايه؟ على الشبكيه. يبقى العلاج نقول له عدسه محدبه، ده فين؟ في طول النظر. العلاج بعدسه مكعره، ده فين؟ في قصر النظر. ايه لازمتها العدسه المكعره؟ ايه لازمتها العدسه المحدبه؟ علل يعالج مريض قصر النظر بعدسه مكعره. الاجابه عدسه مكعره فيها قاف، عشان هو عنده قصر نظر برضه في قاف. العدسه المكعره بتعمل ايه؟ برضه قاف. ايه قاف دي؟ يعني بتفرق الاشعه. طب والعدسه المحدبه عكسها بقى، دي بتفرق الاشعه، يبقى دي تتجمع الايه؟ الاشعه. يبقى نقول اللي احنا قلناه تاني بسرعه كده، عايز اقارن بين قصر النظر وطول النظر. قصر النظر ايه هو سببه؟ ايه هو تعريفه؟ مكان الصوره؟ ايه العلاج؟ اربع حاجات. التعريف قصر النظر ايه هو؟ ايوه، رؤيه الاجسام القريبه بوضوح والبعيده مشوهه. اسبابه زياده وزياده، زياده قطر كره العين، زياده تحدب عدسه العين. مكان الصوره في قصر النظر قاف، يبقى قبل الشبكيه. العلاج بعدسه برضو فيها قاف، يبقى عدسه مكعره. طب العدسه المكعره ليه؟ برضو عشان في قاف. ايه قاف دي؟ بتفرك الاشعه قبل دخولها الى العين، فتجعل الصوره تقع على الشبكيه. طب مريض طول النظر ايه هو؟ رؤيه الاجسام البعيده بوضوح والقريبه مشوهه. ده تعريفه. اتنين، اسبابه. اتنين، ده مرض اسمه ايه؟ طول. يبقى هقول زياده؟ لا، اقول ان هو تغلط. طول، يبقى اقول معاه كلمه نقص. يبقى طول اسبابه ايه؟ اتنين، نقص قطر كره العين. اتنين، نقص تحدب عدسه العين. مكان الصوره هنا في قاف؟ لا، يبقى مش قبل الشبكيه. امال يبقى فين؟ يبقى بعد الشبكيه. العلاج فيها قاف؟ برضو لا، يبقى عالجه بعدسه محدبه. طب علم ليه بعدسه محدبه؟ لانها تجمع الاشعه قبل دخولها الى العين، فتجعل الصوره تقع على الشبكيه. كتير جدا اسئله بتيجي على الجزء ده لان هو سهل. طب الاسئله يا اما مقارنه زي ما احنا قلنا كده، يا اما ماذا يحدث، او علل. يعني ايه ماذا يحدث؟ ماذا يحدث عندما يقل قطر كره العين؟ هتقول له ايه؟ بيقل قطر كره العين، يقل يعني ينقص. اه، ما دام نقص يبقى عنده ايه؟ طول نظر. يبقى الانسان نقول له ايه؟ هنقول له يصاب الشخص بمرض طول النظر، فيرى الاشياء البعيده بوضوح والقريبه مشوهه. هو بنقول عليه عيب بصري يا مستر حسام وليس مرض، عشان بس ابنائنا برضه. ده عيب من عيوب الابصار، وهنا طبعا بيعالج المريض بارتداء نظارات طبيه، عشان بس ما فكرش ان هو ياخد عدسه. لا، احنا بنقول بارتداء نظارات طبيه عدساتها، لو كسر النظر يبقى عدسه مقعره، لو عنده طول نظر او مصاب بطول النظر يبقى اذا هيرتدي نظاره طبيه عدساتها محدبه. فهنا العلاج بارتداء نظارات طبيه. أو نوع العدسه بقى دلوقتي اللي بتختلف. طبعا عدسات اللاصقه ده هنتكلم، او حضرتك هتتكلم فيها دلوقتي، لكن طبعا عندنا بنقول عليه عيب من عيوب الابصار وليس مرض. وطبعا عندنا معظم الاشخاص بعد ما بيعدوا سن ال40 زي حالاتنا كده، ونوصل في ال60 او ال50، بيبقى عدسه العين او بيصاب الانسان غالبا بطول النظر. طول النظر دي حاجه طبيعيه ولها تاثيرات معينه. نرتدي بقى، او زي ما قلنا كده، احنا بنرتدي نظارات. طب انا شكلي وحش في النظاره، مش عايز البس نظاره. فالعلماء فكروا في ايه، او ايه الاختراع اللي توصلوا له؟ عشان يعني طبعا زمان حتى اي ما كنا احنا كده في الجامعه في الكليه، تشوف الكوبايه يقول لك ده ايه، لابس نظاره كعب كوبايه. كانت العدسات تخينه كده، ويعني يقول لك ده الدحيح بقى اللي بيقعد يقرا كده ولابس ذاكره من كتر المذاكره، عينه جايه مذاكره في عيني، شوف لابس نظاره قد ايه. لكن دلوقتي طبعا الصناعه تطورت، بقت العدسات رقيقه وشفافه. وبدا يتم البلاستيك طبعا، عشان كان ولاد كتير بيكسروا النظارات بتاعتهم وتقع. فالصناعه او العلم طبعا لا يتوقف عن خدمه البشريه. بالزبط. يعني التطور ده كله ليه؟ لخدمه البشريه. فبديلا للنظارات الطبيه بقى بدانا نستخدم ما يسمى بالعدسات اللاصقه. طبعا مستر عادل الله اكبر عليه، بسم الله ما شاء الله، يعني خلص الحصه كلها واحنا قاعدين. فالعدسات اللاصقه ديت بديل للنظارات الايه؟ الطبيه. يعني ايه بديل للنظارات الطبيه؟ انا لابس نظاره بقالي فتره طويله، فزهقت منها، الدنيا حر، بتتعب مناخيري كده، بتزهقني، تقيله. فاعمل ايه؟ رحت للدكتور، عمل لي عدسات اسمها لينسز. طبعا ايه العدسات دي؟ دي عدسات بلاستيكيه رقيقه بتوضع مباشره على قرنيه العين. طب ليه؟ عشان خاطر بدل النظارات الطبيه. بيقول يبقى العدسات اللاصقه مالها؟ بديل للنظارات الايه؟ الطبيه. خد بالك، بديل يعني مش اساسيه. يعني يعني حضرتك بتلبس العدسات طول النهار وبتروح البيت تحطها في المحلول بتاعها عشان خاطر تطهرها، وبعد كده تبقى قاعد في الشقه لابس نظارتك. طب ينفع استحمى بالعدسات؟ لا طبعا.
طب ينفع اخش المطبخ كده واساعد ماما واطبخ ولا اعمل حاجه؟ برضو لا. طب ليه؟ لان البخار اللي هيطلع، نحرص من الحاجات ديت مهمه قوي، البخار اللي هيطلع من الاكله ويطلع من الحمام هيجي في القرنيه بتاعت العين، هيخش في وشك هيحصل ايه؟ درجه حرارته مرتفعه، والقرنيه مصنوعه من البلاستيك الرؤية، العدسه الشفافه اللي هي العدسات اللاصقه مش القرنيه، عشان ما لا ما هتيجي في يعني الهواء البخار بتاع الميه. ايوه بالظبط كده، البلاستيك الشفاف هيتاثر بدرجه الايه الحراره فهينكمش فيسبب له مشكله. فطبعا هي عامه العدسات اللاصقه لها مشاكل كثيره جدا، وطبعا محتاجه مشاكل لان فيها خطوره لا قدر الله لو الاطفال يعني او ابنائنا لبسوها، ممكن مع حركه مع حد خبط فيها بتاع طبعا ممكن تعمل التهاب كذا حاجه ممكن تحدث في العين والحاجات دي كلها. فطبعا يعني حرصوا من استخدامها. بالزبط. ليه؟ لان لها مشاكل او لها اضرار كثيره. لا ودلوقتي ما عادتش منتشره زي الاول يعني. خلاص هي كده خدت فتره كده وبعد كده بقى اصبح بقى في عمليات في حاجات تانية موجوده، العلم تطور. لكن طبعا على حسب منهجنا بنقول ان احنا عندنا عدسات لاصقه، عندنا نظارات طبيه، وعندنا ما يسمى بالعدسات اللاصقه. وسبب تسميتها بالعدسات اللاصقه لانها توضع ملتصقه على قرنيه العين، ودي عدسات رقيقة جدا تصنع من البلاستيك الشفاف، تستخدم في علاج أو لتصحيح عيوب الإبصار بديلا من النظارات الطبية. ده كده عندنا بالنسبة للعيبين اللي احنا تحدثنا عنهم، طول النظر وقصر النظر. طبعا في بعض الأطفال بيولدوا بقصر نظر لغاية سن معين وبعد كده العين بتبدأ تقوى تاني تتظبط طبعا والكلام ده كله. لكن هناك بقى ما يسمى بالكاتاركت او المياه البيضاء، الكاتاركت او مرض المياه البيضاء، ده اللي بنقول عليه مرض بقى. مرض المياه البيضاء او الكاتاركت ايه هو تعريفه؟ هو اعتام عدسه العين. يعني ايه اعتام عدسه العين؟ انا جبت من الشغل بتاعي يوم الخميس، سبت العربيه قدام البيت وطلعت ما غطيتهاش، يا ترى ممكن اركبها؟ طبعا قعدت خميس وجمعه وسبت ما نزلتش، جيت لحد رايح الشغل بتاعي هركب العربيه وامشي على طول؟ استحاله. طب ليه استحاله؟ التراب غطى لي الازاز، هشوف من خلاله هشوف الصوره بس مش واضحه. نفس الكلام لمريض المايه البيضاء او الكاتاركت، عنده اعتام، هو شايف بس شايف خيالات، الصوره مش واضحه. يبقى مرض المايه البيضاء او الكاتاركت ايه هو؟ اعتام عدسه الايه؟ العين. يعني في عتام على العين. طب اسبابها؟ اربع اسباب. الوراثه، بيتورث؟ بيتورث. كسر النظر وطول النظر والكاتاركت بيتورث من الامراض الوراثيه. اتنين، كبر السن. ثلاثه، مضاعفات لمرض السكر. كتير جدا من مرضى السكر لما يكون السكر عنده بقاله فتره 20 30 سنه كده ولا حاجه، يقول لك ايه؟ للاسف رايح يعمل ليزك اللي هو برضه عمليه للعين عشان يصحح الابصار، وفي نفس الوقت يقول له بعمل عمليه زراعه العدسه. ايه ده؟ انا قلت ايه؟ زراعه العدسه، عمل ليزك عشان يصحح عنده طول نظر او كسر نظر، وفي نفس الوقت بيزرع الايه؟ العدسه. يعني زراعه العدسه. ده بقى العلاج بتاع مرض الميه البيضاء. ايه علاج مرض الميه البيضاء؟ استبدال عدسه العين. ده تدخل جراحي، استبدال عدسه الايه؟ العين. الدكتور يطلع العدسه اللي عليها عتامه بايه؟ بعدسه بلاستيكيه رقيقه مكانها، ويقول له اتفضل بالسلام. يبقى العلاج باستبدال عدسه الايه؟ العين بعدسه بلاستيكيه ايه؟ رقيقه. طيب يبقى انا كده قلت الاسباب. واحد، كبر السن او ما يسمى بالشيخوخه، عشان بس يبقى ابنائنا عارفين ماشي ايه الشيخوخه، المعنى ايه؟ الناس الكبار في السن. اول اثنين، مضاعفات مرض السكر. ثلاثه، الوراثه. أربعة، مضاعفات لبعض الأدوية، بعض العقاقير الطبية اللي الإنسان بياخدها ممكن مضاعفاتها تعمل له مية بيضاء على العين، أو ما يسمى بالآثار الجانبية للأدوية. أيوة. بعض بالزبط. الأدوية، وطبعا بيكون الدكتور أو يعني مضطر إنه يلجأ لهذا النوع من العلاج لأن ملوش بديل. بالزبط. فبيضطر يقول له برضه يخيره إنه والله ده العلاج ودي آثار جانبية ليه، إنه بيسبب زي بعض الأدوية كده ممكن تعمل حساسية، زي حساسية أشهر مرض أو تعمل حساسية مثلا تأثر بسبب النوم، إن الشخص يعمل نوم أو بتعمل حالات من الأرتكارية أو حاجات زي كده. بس طبعا بيبقى الطبيب مضطر لأن ما عندوش علاج آخر بديل لدوت، بديل لده. لأن طبعا لو الطبيب عارف إن هو أثره الجانبية بيسبب كذا مش هيقدر يوصفه للشخص، لكن هو بيبقى مضطر لهذا الإيه؟ العلاج أو هذا الأدوية. يبقى إذن أربع أسباب زي ما حضرتك قلت: استعداد وراثي، كبر السن أو ما يسمى بالشيخوخة، نتيجة الإصابة بعض الأمراض، رقم أربعة آثار جانبية لبعض الأدوية. ده مرض الكاتاركت أو مرض المياه البيضاء، وإن ده مرض بيصيب العين ويسبب اعتام عدسة العين. وعلاجه زي ما قلنا بالتدخل الجراحي، بحيث يتم استبدال عدسة العين بعدسة بلاستيكية تزرع في العين على الدوام. احنا هنا بنقول أيوة. العدسة ايه؟ تزرع في العين على الدوام، ما بتشالش. لكن في العدسات اللاصقه كنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها عدسه رقيقه من البلاستيك الشفاف، وتوضع ملاصقه لقرنيه العين، يعني حاجه خارجيه. لكن دي ده شال دي واستبدل دي بايه؟ عشان بس ابناء يقول طب اشمعنى دي فضلت ودي
شلناها، ده فرق وده ماشي تمام. كده تقريبا احنا خلصنا الوحده، بس في شويه اسئله موجوده في كتاب موجود على موقع الوزاره اسمه دليل التقويم، يا ريت تخش عليه، تخش تكتب موقع الوزاره المناهج، تختار الصف الثالث الترم الاول دليل ايه التقويم، اسئله فيها افكار كتيره، من ضمن الاسئله هندي دلوقتي شويه افكار من اللي جات في الكتاب بتاع الدليل. سهله، مفيش فيها اي حاجه صعبه، بس محتاجه شويه تشغيل ايه، تشغيل مخ شويه. طب ندي مثال، بصوا معايا، في صوره رسمه في الامتحان، دي كده عدسه محدبه اهو، وهنا حاطط الجسم كده وعامل سهم، خد بالك انا بفصصها لك واحده واحده، وكاتب هنا 24 سنتي، والشعاع ده كده، وحاطط نقط دي كده، وهنا كاتب 10 سنتي، والشعاع التاني ده مشي كده اهو، وهنا الصورة، وقال ان المسافة ديت 8 سنتي، ده الرسمة اهو، ادي اول شعاع، رسمة عادية، سقط مر، وادي شعاع سقط وتكونت صورة، قال ان الصورة المتكونة دي 8 من النقطة دي، وديت 10 من اول العدسة دي هنا. مسافة، عشان بس ابنائنا يبقوا عارفين ان احنا بنتكلم على طول المسافة من ودي هنا من لهنا اول هنا. وليس طول جسم او طول صورة. لا مفيش خالص، ما كناش في طول الجسم، دي مسافات. المطلوب عايزين البعد البؤري، عين من الرسم، من الشكل المقابل، اوجد واحد عين، احنا طبعا البعد البؤري ماشي، هنجيبها ازاي عين؟ احلنا يا مستر. نجيب ازاي عين؟ ده مش كاتب لي ولا حاجة، ولا حتى حاطط لي به ولا ميم ولا أي حاجة خالص، مش كاتب، هو نسي؟ لا ما نسيش، أمال طيب الشعاع سقط؟ مستر حسام، يعني أنا شايف بقى لا حضرتك تجاوب ولا أنا أجاوب، لكن معانا اتصال تليفوني، إيه رأي حضرتك؟ اتفضل. السلام سلام. عليكم. عليكم السلام. نتعرف. إسراء إسراء، منين يا إسراء؟ من الجيزة. من الجيزة، أهلا بك يا إسراء. متابعة الحلقة بتاعتنا من الأول؟ إيه؟ متابعة الحلقة؟ نوطي بس التلفزيون عشان نسمع. ها، متابعة حلقتنا؟ أيوة متابعة. طيب شفت السؤال اللي مستر حسام رسمه دلوقتي؟ أيوة شوف. طيب الأول هتشاركي معانا يعني نسألك، ولا أنت عندك سؤال عايزة تعرفي إجابته؟ عندي السؤال الأول. طيب ناخد سؤالك الأول وبعدين نرجع نشوف الموضوع بتاعنا، اتفضلي. ماشي، ممكن بس تفسر اللي هو المسألة بتاع شخص وقف في منتصف المسافة بين لوحة العلامات والمرآة. تمام ماشي. ها ماشي. حاضر. طب ما هو معانا دلوقتي حتى، بص يا بص بص يا اسراء، حاجة. مستر حسام معاك اهو، بص ادي مرايه مستوي اهو، دي لوحه العلامات ماشي، المسافه بينها هنا كام متر؟ هنقول 4 متر مثلا، الشخص ماشي. وقف هنا في نص المسافه، يبقى دي كده كام؟ 2، وكده كام؟ 2. اللوحه هتطلع ورا هنا صح؟ ايوه دي لوحه العلامات اهي، اللوحه تبقى دي برضو اللوحه، المسافه صورة اللوحة. المسافه اللوحة بين اللوحه الاصليه وصورتها دي كده 4، يبقى الصوره برضو على بعد كام؟ 4. دي كده كلها هيبقوا كام يا حبيبي؟ 8. 4 و4 كام؟ 8. المسافه بين اللوحه وصورتها، الشخص لو كان واقف هنا على لازق في اللوحه يبقى هيشوفها برضو على بعد كام؟ 8. هو قرب لقدام كام متر؟ 2 متر، يبقى هو هنا ادي 2 بينه وبين المرايه، واللوحه ورا على بعد 4، يبقى 2 و4، يبقى المسافه دي كده كلها كام متر؟ 6. ها طب نوطي التلفزيون، انت اسمعيني من بس التليفون. عشان فهمتيها دلوقتي يا اسراء ولا لسه؟ تاني كمان مره يا حبيبتي، كمان مره ماشي. بص يا بابا، هو لو الشخص واقف هنا لازق في اللوحه يبقى هيشوف اللوحه على بعد كام؟ 8. 8 مش دي 4 و4، يبقى كده شاف على بعد كام؟ 8. هو قرب لقدام، المسافه دي كلها كام متر؟ 4 متر. 4 قرب لقدام كام متر؟ 2. يبقى ناقص كام من ال 8؟ ناقص 2، يبقى كده المسافه تبقى كام؟ 6. 6. طب احسبها تاني بطريقه تانية؟ بطريقه تانية، الصوره في مكانها ثابت ما اتغيرش، 4 متر. الشخص ده بقى بينه وبين اللوحه كام متر؟ بينه وبين المرايه، بين المرايه 2 متر، يبقى دي 2 متر، واللوحه ورا 4، يبقى 2 و4 يبقى برده كام؟ 6. 6. يبقى كده في كام طريقه؟ طريقتين، اطرح المسافه اللي مشيها هي الطريقه من الصوره التانية الكليه اسهل شويه واوضح، ان هو الشخص اللي قدام المرايه واقف قدام المرايه على بعد 2 متر، وصوره لوحه العلامات متكونه داخل المرايه على بعد 4، يبقى 4 زائد 2 6 متر. بالظبط معايا كده؟ صح يا اسراء؟ ايوه ماشي. فهمتيها؟ ايوه.
تمام. دايما بس تاني؟ في الحاجات اللي زي كده يا اسراء يعني بناكد على حاجه بقى، هل المسافه بين مين ومين؟ بين الجسم وبين الصوره، ولا بين المرايه وبين الصوره؟ يعني دايما هنا في الاسئله طبعا هيختلف الناتج. بالظبط. ما بين الجسم مثلا لوحه العلامات والصوره 8 متر، لكن ما بين الصوره والمرايه 4 متر. فشفت الاجابات اختلفت ازاي؟ حسب البعد، هو انا عايز البعد بالنسبه لمين؟ ودي مهمه جدا في المرايات والعدسات. طب بصي معايا، نفس السؤال ده برضو موجود في دليل التقويم. ها معايا اسراء؟ معاك. بيقول لك وقف حسام امام مرآه. طب ما نخليها حسام وعادل. حاضر. على بعد 6 متر. وناخد اسراء معانا. ماشي. امام مرآه مستوي عشان بس يبقى الكلام بتاعنا واضح. على بعد كام؟ 6 متر. فكم تكون المسافة بين واحد صورة الصورة والمرآة؟ ها 12. لا عيب عليك. بين مين ومين يا اسراء بقى؟ بصي خدي بالك. اه ماشي. بين الصورة، الصورة والمراية. حبيب قلبي لسه الاستاذ عادل بيقول لك ركزي في الكلمات. حسام واقف هنا، المسافة دي كام متر؟ 6 متر. يبقى صورته ورا على بعد كام؟ 6 متر. السؤال عايز ايه؟ المسافة بين مين ومين؟ الصورة والمراية. الحتة دي بس، يبقى دي كده كام؟ 6 متر. هنقول له 6 متر. لكن بقى لو قال بقى الصورة المسافة وحسام، بين الصورة والجسم، ها يبقى نقول له 6 و6 زي ما انت ما قلت، يبقى كده كام؟ 12. صعبة؟ لا. طب هنضحك عليكي بقى كده، ركزي معايا. هنخلي المراية تقرب لقدام مترين. مشيت كده المراية، حسام ما اتحركش، وقف زي ما هو في مكانه، بس المراية قربت بقت كام؟ مترين. عايزين المسافة بين حسام وصورته. بين حسام وصورته؟ اه. الصورة بقى يا مصر، الصورة التانية الجديدة ولا الصورة الأولى؟ الصورة التانية. يعني بعد المراية ما اتحركت. تحركت، خدي بالك أهو، المرآة نحو حسام مسافة 2 متر، كم تكون المسافة بين حسام وصورته؟ هي المرآة بتتحرك يا مستر حسام. 8 متر. زقناها 8 متر. أيوة. برافو عليك. دي كده ليك. جبنا 8 منين؟ 8 هنطرح 6 من 2. أيوه. هتبقى 4 6 ناقص 2 يا اسراء، عشان بس ما نقولش 6 من 2، 6 ناقص 2 يبقى 4 متر. يبقى صورته ورا على بعد كام يا اسراء؟ 4. طبعا نفس الفكره بتاعت نفس الفكره المرآة المستوية، عشان يبقى عارفين ان بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عنه. نفس الفكره دلوقتي اللي احنا حليناها هي نفس السؤال اللي انت لسه سألها، واخده بالك؟ ايوه. ها يعني المسافه هي هي، احنا حركنا المرايه، كان في السؤال بتاعك الجسم اللي ايه اللي اتحرك. ها صعبه؟ لا. طب تحلي معانا بقى السؤال اللي انا كنت حاطه برضو. الكلام دوت يا اسراء لو عندك نت في البيت خش على موقع الوزاره وهتلاقي اسئله زي دي كتيره جدا في كتاب بتاع دليل التقويم. اخش عليه طيب ازاي؟ خش من موقع وزاره التربيه والتعليم، ها مناهج، وتتك على الايقونه بتاعه المناهج، تختاري الصف الثالث الاعدادي الترم الاول، وتتك عليها كده كتب الكترونيه او دليل التقويم، ويطلع لك موجود عليك. العلوم ماده بالظبط كده. السؤال بقى بتاعنا بص عندي بقى في الرسمه، شايفاها ولا مشيتي؟ عندي بس استفسار تاني. اتفضلي. هو في العدسات، هو حاطط لي استخدامات العدسات على بعض، يعني لما يطلب استخدام العدسه المقعره او المحدمه لوحدها، يعني هي نفس الاستخدامات ولا دي لها حاجه ودي لها حاجه؟ لا انت ما خدتيش بالك من اللي احنا قلناه. قلنا العدسه المقعره استخدامها هي بتقول لان الكتاب جايب لها العدسات استخدام العدسه المقعره يا حبيبتي لسه احنا قايلين تستخدم العدسه المقعره في ايه؟ هقول له علاج قصر النظر بس. طب العدسه المحدبه اقول له علاج طول النظر، لكن العدسات كلها ايا كان نوعها اقول له تستخدم في المناظير، تستخدم في التلسكوبات، تستخدم خلاص معايا كده النظارات الطبيه. يبقى احنا كده ما دام قال عدسات وما حددش هقول له كل الاستخدامات، لكن حدد لي عدسه محدبه او عدسه مقعره هقول له العدسه المحدبه يبقى في علاج طول النظر واسكت، العدسه المقعره اقول له في علاج كسر الايه النظر. ماشي يا اسراء؟ شكرا يا اسراء. بنشكر اسراء ونرجع لسؤالنا يا مستر حسام. دلوقتي عندنا بقى عشان نفهم طبعا الحته دي مهمه قوي قوي قوي، نبدا نشوف عندنا. بصوا شفنا معي. الرسمه نبدا بقى نبص. طبعا احنا قلنا ايه المفروض في الرسمه يكون كاتب ب وميم. طب هو مش كاتب ب وميم، طب اعرفها ازاي؟ انا حافظ وفاهم، مش حافظ بس وفاهم، الشعاع اللي بيسقط يوازي المحور الاصلي بينكسر مر بالبؤره، يبقى الشعاع ده اهو سقط يوازي انكسر مر، يبقى النقطه دي ممكن ناخده هي ب مستر حسام عشان يظهر لنا النقطه دي هي ايه ب اللي هو الخط ده اهو. ايوه ماشي كده. طيب يبقى معنى كده ان المسافه دي كده اللي هي 10 سم، يبقى البعد البؤري بيساوي كام؟ هقول له 10 سم.
جبناها منين؟ كمان مرة، شعاع بيسقط يوازي المحور الأصلي، أهو حصل له إيه؟ انكسر مأرب البؤرة، يبقى النقطة اللي اتقابل فيها الشعاع مع المحور الأصلي هي دي البؤرة اللي هي بيه. طب المسافة دي كام سنتي؟ 10 سنتي، يبقى البعد البؤري كام؟ 10 سنتي. طب ده أول جزء. اتنين، بعد الصورة عن الجسم. نعم؟ أه سهل، إيه المشكلة؟ المسافة دي كده كلها كام؟ 18. جبناها منين؟ أقول لك أدي الثمانية اللي هي الحتة دي زائد العشر، تطلع بكام سنتي؟ 18 سنتي، ودي كلها بكام؟ ب 24. يبقى أقول له 18 زائد 24 بتساوي كام؟ أجمع 8 و4 12، 1 و1 2 و2 4. طيب عايز بعد الصورة عن العدسة بالمرة بقى، أهي ما احنا لسه قايلينها 18 الصورة سنتي. 8 و10 كام؟ 18 سنتي. طب لو عايزين برضو بقيت السؤال، هو ممكن عايز... ما يطلبش البعد البؤري، يقول لي بالضعف البعد البؤري كام؟ يعني هو ممكن ما يطلبش البعد البؤري بقى، يقول لي عايز، انا عايز الضعف البعد البؤري كام؟ على اساس بقى ان انت هتجيب البعد البؤري عين وبعد كده هقول له نقط 2 في 10 تطلع بكام؟ ب 20 سنتي. طب ما هو طب ممكن بقيت السؤال كمان يا مستر حسام يقول لي انا عايز نص قطر التكور، هو نفس الكلام اللي هي نق اللي هو ضعف البعد الايه؟ البؤري. طبعا خدوا بالكم احنا بنفتح اسئله كتير عشان خاطر ايه نركز كده في اللي احنا بنقوله. بعد كده قايل حرك الجسم بحيث عايزين صورة تبقى حقيقية مقلوبة مساوية، احط الجسم على بعد كام سنتي؟ حقيقية مقلوبة مساوية هنحرك خد الجسم بالك بقى مسافة خد بالك الجسم على بعد كام سنتي؟ 24. انا عايز صورة حقيقية مقلوبة مساوية، حقيقية مقلوبة مساوية يعني لازم ان الجسم عندي ميم، عندي ميم اللي هو نق، ولسه قايلين احنا نق بتساوي كام؟ 20 سنتي. يبقى حرك الجسم لقدام قد ايه؟ هقول له حرك الجسم 4 سنتي بس في اتجاه العدسه، في اتجاه العدسه. يعني الجسم على بعد كام؟ هقول الجسم على بعد كام؟ 20 سنتي. طب ليه؟ عشان الصوره تبقى حقيقيه مقلوبه ايه؟ مساويه. في اسئله كتيره جدا زي ديت واكتر، دي مستويات المستويات العليا بقى، المستويات العقليه العليا اللي احنا بنتكلم عشان خاطر تعرفوا ان السنه دي امتحان العلوم هيجي فيه حاجات كتيره محتاجه تفكير، مش هيجي دايركت، مش هيجي مباشر، مش كله حفظ، لا في اسئله فهم واسئله مستويات عليا. فحضرتك خش الناس اللي عملت دليل التقويم والوزاره بتقول يا جماعه خشوا عليه عشان خاطر تستفيدوا منه، ده في حاجات كتيره جدا هتفيدكم ان شاء الله. شكرا يا مستر حسام. العفو. ابنائي وبناتي بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.